باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أشكر ربنا يسوع المسيح إن اللي سمعته عن الكنيسة العذراء في ميسيساغا واللي سمعته عن قدس أبونا أنجيلوس بوداني جيت وشفته بعناية، لأنه لما بنقابل حد مصري يقول أنا رايح كندا نقول له يبقى رايح عند أبونا أنجيلوس، ولا اللي كأنه أبونا في السوستة بتاعت الفرادية بتاعته حطت الخريطة بتاعت كندا وفيها السجل المدني بتاعت الناس اللي جاية والعرب وكل الناس. يعني صدق الكتاب لما قال إنه المصباح المنير لما ينور يتحط فوق المنارة ليضيء لكل من في البيت، مش هيحطوه تحت المكيال، لا ده يبقى علامة مميزة، يقولوا عمدة، يقولوا بطرك، يقولوا زي ما يقولوا، بس طالما انه ربنا يستخدم يعمل العجب. واوعى يجي على بالك انه ابونا انجيلوس قال ايه، قال نحب نبسط الناس عندنا في الكنيسة نجيب لهم كائن مصري وجهة بشرة سمراء ولهجة سعودية ونقلب الذكريات، لا تبقى مش فاهم المقصد الرئيسي من المجية. المجية أبونا مركز كويس إن عاوز يخلينا نحط إيدينا في إيدين بعض ونيجي خطوة نمشي كده بالراحة من غير ما حد ما ياخد باله مننا، ونروح لأبونا نقول له أبونا عايزين ندخل السماء، يقول يا ولاد أمال إحنا قاعدين هنا ليه، ما عايزينكم تدخلوا السماء. هي ده غرضنا وده غرض الكنيسة، إنك تخش السماء، بس ما تعرفش تدخل السماء من غير ما تتدرب على قاعدة أصلية حلوة مع سكان السماء واللي خلق السماء. فلازم تعرف ربنا، لازم تعرف ربنا، نمشي كده بالراحة عند أنفاس الله. فين أنفاس الله؟ في كلام الله، كلام الله ده أنفاس الله. ونلاقي ربنا بيقول لما تقابل مع التلاميذ وقال لهم ماذا يقول الناس إني أنا، ده سؤال قديم يا ابونا من 2000 سنة، مالك وماله؟ لا مسيحنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، والسؤال بيعيد تاني على ما سمعنا على ودان نحن. طبعا ردوا عليه وقالوا له بيقولوا عليك انك انت يوحنا المعمدان، وغيره قالوا انه ايليا، وغيره انه قالوا انه ارميا. سيبك وما تعولش على كلام الناس، سيبك من كلام الناس، انتم من تقولون اني انا؟ وانا نفسي نعرف ونسمع الاجابه. سؤال على ودانك، انتم من تقولون اني انا؟ السؤال من رب المجد يسوع المسيح. انا فاكر كويس انه سنه 2005 لما ابويا مات وجم سألوني قالوا لي أنت بقى مين المسيح بالنسبة لك؟ قلت لهم المسيح ده أبويا. قالوا لي ليه؟ قلت لهم أيوة ده أبويا اللي مش هيموت، اللي ما بيموتش، ده أبويا. والواحد فينا الإجابات بتاعته بتتغير من حسب الحالة اللي هو فيها. يعني لما الفجر يجي ويحل نقول له المسيح مين؟ يقول ده هو الغنى، بس ينعم علي ويديني حاجة، ده أنا فقير أنا ما لاقيش، يعني يديني. طيب لما الوجع يمسك في الركب والعيا يجي ونقول له المسيح بالنسبة لك، يقول لك ده شاف الأمراض، يديني شفة من عنده، وديني يا رب من عندك شفة. يا ترى أنت تقول مين هو المسيح دلوقتي؟ في فترة 50 يوم واخدين تدريب الصمت، حسك عينك اسمع صوتك، قالوا لك كده ولا ايه؟ لا ليه بس كده؟ أبويا من المسيح بالنسبة لك؟ قول اللي في نفسك. ربي وإلهي، ده توما ده ولا إيه؟ ماشي، قال ربي وإلهي. مين هو المسيح بالنسبة لك؟ أشكرك مخلصي، مخلصي الصالح، سندي في غربتي، حياتي. أيوة أول ما تبدأ السيدات تتكلم هنسمع بقى النغمة الرقيقة الحلوة، قلبي وحبي وحياتي وحبيبي وعشقي، ويعني ما أقولكش بقى يا أبونا كل ما أملك وهو الكل في الكل، صح كده؟ ما هي الرقة لما تتكلم تطلع كلام رقيق.
قولوا لي يا حبايب، ازاي الحبايب يبقوا حبايب؟ واحد يتكلموا مع بعض ولما المسيح يبقى في قلبنا، ازاي الحبايب يبقى حبايب؟ قولوا لي بقى انتوا يا حبايب، علاقة يومية وكلام واخد وعطا. عارف لما القلب رق من كذا قرن كده، جاء زمان من ربع قرن، لما القلب رق وشفتها والسنارة غمزت يا ريس، وقلت في نفسك دي اللي قلبي ردها أنا عايزها، وقلت أمين أروح أتقدم، يبقى أولها بدأت بإيه؟ بلقائه، وأنت اتعرفت عليها بالبلتوس، ما كده أنت عرفتها لما شفتها، مش لما شفتها وعينيك جابتها عرفتها. فأولها إيه؟ بينا حبايب إزاي؟ أول حاجة إيه؟ لقاء، اتقابلنا. بعد اللقاء دب الحب بحاجة اسمها إعجاب. أصل شافت بيك الواد الوسيم الحلو صاحب اللياقة البدنية العالية الرزين اللي يعني أرض تهدي معلك أدي، وحاجة كده جميلة حلوة، فلما شافت فيك الحاجات دي أعجبت بيك، والإعجاب بيبان في العين، صح ولا إيه؟ بعد اللقاء حصل إعجاب، وبعد الإعجاب حصل أخذ وعطى بيني وبين الست هانم. الحبايب بقيوا حبايب بلقاء. ويا ترى في لقاء بيني وبين السيد المسيح عشان تدب المحبة بينا ونبقى حبايب؟ أخبار اللقاء اللي بيني وبينه إيه؟ عارفين المعادلة بتاعت 2 على 96 يا بتوع الإنجليزي يا متثقفين؟ عارفين معادلة 2 على 96؟ عارفين المعادلة دي؟ نو بالإنجليزي بس. اليوم في كام ربع ساعة؟ Very good. 24 × 4 يبقى 96. عارفين معادلة 2 على 96 دي بتقول ايه المعادلة دي؟ يعني عدد الساعات 24 × 4 يبقى 96، ربع ساعة. ممكن حضرتك تدي ربع ساعة الصبحية في لقاء خاص مع ربنا، ساعة الصبحية في ربع ساعة، وتعمل زيها بالليل. أول ما تنزل من على السرير ساعة الصبحية ترشم صليبك، عشان يبقى أول حاجة عملتها إيدك، اتحطت إيدك على راسك وجبت سيرة ملك الملوك ورب الأرباب وقلت باسم الآب، يبقى دي كده ساعة الاستباحة، ساعة الصبحية رشمت صليبك. قبل ما تنزل من على السرير، أول ما تنزل من على السرير عشان تدور على الكروكس شوز، مش عارف الشبشب بالإنجليزي يبقى إيه، يعني ده عايزة كتالوج سليبر، لو لابس سوكس مش هتدور، انا بدور على اللي عارفه، يعني ربنا يدينا احنا مع بعض ان شاء الله. طيب واول منزل يقول لك ايه بقى؟ ما تقعدش تدور على مين صحي ومين مصحيش، والمنبه رن والشغل اللي ورايا، ارفع ايدك وصلي ابانا الذي بصوت عالي علشان ودانك تسمع كلام الله، اللي لما راحوا قالوا له عايزين نصلي، قلنا نصلي نقول ايه؟ هنقف نبص على بعضينا؟ قلنا لما نكلمك نقول ايه؟ قال لهم قولوا لي يا ابانا الذي في السماوات لتقدس، وكلنا حافظينها منذ نعومه اظافرنا. طب يلا اول ما تنزل الصبحيه ترفع ايدك وتصلي بصوت عالي، يبقى رفعت ايدي قدام ربنا كنز الصلاحات، العاطي اللي لما يعطي ما يعيرش ولا يعير ولا يعاير، يدي ويكب عليا كب، اوكي؟ يبقى ارفع ايدي واسمع صوت ربنا، وبعدين يا عم اعمل اللي نفسك فيه، اقعد ربعايا بس جلب في كتابه اسمع، وحط وشك في وش ربنا، وخلي انفاس الله تيجي في وشك كده، به نحيا ونتحرك ونوجد، علشان بس ناخد خطوات، يعني عايزين نوصل لنتيجه ان احنا نتعرف عليه في ايه؟ في لقاء. على فكره اللقاء اللي هناخده في النهضه دي
في الكام يوم الست سبع مرات اللي هنتقابل فيهم هناخد فيهم اللقاءات دي. نتقابل في ايه؟ نتقابل في المسيح في حياته. كان يجول يصنع خيرا، كان ليس له أين يأسد. نشوف تعاملاته مع الناس الحنين، ونشوف صفاته. كان يبكي على بكى الناس، يلاقي الست بتبكي، مالك ولدي مات، يقول لها لا تبكي. انت سايب الميت وبتتكلم في البكا، مين يبكي ومين ما يبكيش؟ يقول اصل كان نبكي على اللي بيبكي. يلاقي بنتين حلوين كده بيبكوا، يا بنت ما تبكيش يا باه، هتقول له ان كنت هنا لم يموت اخي. دوم يقول الكتاب يسجلها لنا، قال ايه؟ بكى يسوع. ليه بس؟ اصل حنين، صاحب المشاعر الرقيقه، صفاته حنين، صفاته وديع. يقول في النبوه في زكريا، قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا. ايه ده؟ وديعا. يا رب اتعاملت مع جبروت البشر بكامل الوداعة. شوف ربنا في كامل الوداعة، لما الطبيعة البشرية فسدت وباظت، وجل عمل له شوك حطه له على راسه، واللي عمل له مسمار دقه له في ايده، كان هو متعامل مع كل الطبيعة الوحشة دي بكامل الوداعة كنعجة صامتة أمان جزية، كشاة تساق إلى الذبح. إيه يا رب ده؟ نتعلم منك إيه؟ يقول اتعلموا مني لأني وديع. الله، من صفاته. هناخد في يوم إحنا عن موضوع صفات الله، وديع، لقاءاته. مش قلنا نتقابل معاه ويبقى لي لقاء وياه ربعين ساعة كل يوم؟ اتقابل مع مين؟ اتقابل ناس ريداه عايزة تقابله، ويتقابل مع ناس ولا ريداه ولا عايزة تقابله. يعني روح ياخد مشوار، يخبط مشوار في عز النار الجايدة، تفهموها زي دي، في عز الظهرية في الحر، يروح يتقابل مع ست ولا على بالها أساسا تشوفه ولا تقابله، ما رايحة في وقت ما حدش يشوفها فيه، ورايح يصنع لقاء جديد مع مين؟ الست اللي ما تتسمى. حد يعرف اسمها ولا ايه؟ يكون قالوا لكم وما قالولناش، ولا قالوا لكم ولسه ما قالولناش، احنا ما وصلتش عندنا. دي الست اللي ما تتسمى، احنا عارفين هي مين، بس عمل من الست اللي ما تتسمى دي مبشرة في لقاء فريد سريع. يعمل ايه؟ يقلبها مبشرة. والست اللي تروح تقابله وتدور عليه، ما شفتش يسوع؟ يقول يا اختي انا كنت شافه ماشي في الشارع، ما شفتش يسوع؟ انت شبه يسوع، قول لي يسوع فين؟ فقالوا لها دخل في بيت واحد من الكبارات. انت مالك انت ومال يسوع؟ انت تعرف يسوع؟ انت تقول له معلش عايز اقابل يسوع. بتدور على اللقاء ويا فريد. دم تروح لحد عنده حيث كان متكئ في بيت سمعان الفريسي، وتقابل يسوع. الست المرأة الخاطية، خطية ماسكة فينا ما عايزة تسيبنا، وتقول الشيطان مستقصدنا. يا ساتر، امتى نتحرر بقى منه ومن عمايله ومن مضل وكذاب ماشي ورانا يضحك علينا باستمرار ويضيع وقتنا؟ هو ماشي ورانا يعمل كده، بس يقول لك تعالى قابله. طيب، بس الست برضه كانت ماشيه في الخطيه زي حالاتي في الخطيه، سابت الخطيه ومصادرها وعيشتها وراحت عشان تتقابل وياه. وطبعا اللي يشوفه ما يقدر يمسك دمعته، فلما بكت ما لقيت تمسح رجليه غير بشعر راسها. بس اتغير الحال من ست خاطيه. يقول لها في الكتاب، نقلب في الكتاب في لوقا 7 نلاقي احلى كلام. يقول لها قال ايه؟ قال مغفورة لك خطاياك، ها اذهبي بسلام. ايه ده؟ ينفع يقول لي انا الكلام ده؟ يعني انا لو قابلته يقول لي مغفور الخطايا؟ صدق هو غافر الخطايا، ودي احلى صفة من صفاته، انه غافر الخطايا.
وينفع يتعامل معايا من قريب وقريب قوي كمان، ويغفر لي خطاياي ويقول لي اذهب بسلام. معقولة؟ أفكار كتير تجينا من الشيطان عدو الخير علشان يشككنا في الغفران، ودي إهانة لله غافر الخطايا إني أشك إنه هل يغفر لي كل عبلي وترابي وغلطاتي اللي عملتها طول السنين ولا لأ. أوعى تقول إن الشيطان شاطر، ده الشيطان خايب ويتبع خطوات يضحك علينا في حتة إنه مليش غفران. لأ، احنا اصلا كده يعني غفرت خطايانا على عود الصليب، بس هو حط لي مشروطه محطوطه، قال لي عايز تتمتع بالغفران؟ اقول له ايوه. يقول لي تعالى ميل راسك كده عند ابويا الكاهن، ميل راسك واعترف لربنا في ودن ابونا عشان تسمع الغفران من ربنا من لسان ابونا. شفت ربنا الحلو بتاعنا ده؟ اللقاءات معاه ايه؟ فريدة وعجيبة. واللي ايه دخل بيوت ناس في اليوم اللي بتاع البيوت ده، صدق ما يرضيني غير انك انت تروح بيتك تولع شمعة. بس ليه؟ اصلا هنفصص في البيوت بيت بيت في البيوت اللي المسيح دخلها، وراجع في يوم البيوت يا ترى بيتي جاهز؟ أصله في مشكلة مقابلة البشرية، إنه في مشروطة محطوطة عليا وعليك، والمشكلة دي مقابلة كل البشرية بكل أجناسها وبلادها. أوعى تفكر إنه الكلام لمين، كلام للكل البشر. المسيح حاطط مشروطة لدخول البيت، هو نور هيدخل في الضلمة هيفج نور جديد في كل البيت وأركان البيت. فيقول لما أجي أدخل بيت ويكون في البيت ده في كاس محطوط، فيقول مرضاش. أقول له ليه يا رب؟ أنت أقوى من أي كاس، تعال خش البيت. يقول لا مرضاش. أقول له ليه بس؟ يقول لي يرضيك أشوف عيالي مساطيل؟ يرضيك؟ ده الراجل لما بيشوف الواد ولده ماسك سجارة يعمل نفسه ما شافوش وما يقفش يكمل. يقول دي في التربية الحديثة، ايه غمض عينيك واعمل نفسك ما شفتش عشان ما تجلبش بعركة ويجلب عليك ويسيبك ويبقى ولا بيت ولا غيط بعد كده، غمض عينيك وعدي. اقول له دي يا رب هتعمل كده معانا؟ يقول ايوه، انا ما ندخلش البيت اللي فيه الكاس، عشان البيت اللي يدخل المسيح يجلبه ايه؟ بيت بركة. وما ادخلش بيت في عدم طهارة. شوفوا انتوا تسموها ايه، انا عارفش نقولها. في عدم طهارة، لانه ايه عكس القداسة؟ نجاسة. والقدوس البار يسوع المسيح عايز يخش البيت، يبقى لازم البيت يكون فيه قداسة، واللي عكسها تمنع المسيح يدخل البيت، تمنعه من دخول البيت. وحاجة كمان تالتة في المشروطة المحطوطة وصعبة علينا جامد، إنه ربنا ما بيحبش الكذب. ودلوقتي الكذب بدأ يجري في دم الناس. وأجي راجع نفسي كده، يعدى عليا يوم 24 ساعة، يا ترى عدى اليوم على خير من غير ما أكذب ولا كذبة؟ ساعة كام يا أبونا؟ ساعة 6:30. هي 6:05 يا كذاب. مين اللي قال لك انه نص؟ طب ما في 5 دقايق انت اكلتهم ولا راحوا منك فين؟ للدرجات دي؟ ايوه يعني في ناس غلابه مغلوبه ماليه في جيوبها صفار، يدخل الماركت يشتري طلبات ب$30 فيطلع بره يقول انا جبت مصاريف كتير يا ابونا وصرفت كده، ده انا صرفت $300 حتى صفر من جيبه، ما تعرفش جابه منين؟ ها كذاب. المسيح يقول انا ما ادخلش في البيت اللي فيه كذب. الكذاب الوحيد هو الشيطان، كذاب وابو كذاب، وتلاقوها في الكتاب مكتوبه. كذاب وابو كذاب يبقى مين؟ يبقى شيطان. ربنا يسوع المسيح ما يرضاش يقعد في حته فيها شيطان. عشان كده ايه اللي بيحصل؟ لازم نطهر بيوتنا
تبقى بيوت قداسة، بيوت طهارة، بيوت بركة. القداسة وعكسها الطهارة وعكسها والبركة. بيوت دخلها المسيح. مش عايز أطول أول يوم عشان ما تزاجوش مني، ده لسه بدري، احنا مع بعض 12 يوم لسه بدري. ايه كمان في بيوت دخلها المسيح؟ في حاجة تاني في قيامة المسيح عايزين نشوف ايه واجباتنا نحو القيامة. ليه؟ لأنه القيامة على مدار أيام حياتنا، سنين حياتنا اللي عشناها، في واحد عنده 44 سنة سمع عن القيامة 44 مرة. طب المرة دي مش هنتكلم عن القيامة نفسها، القيامة احنا عايشينها ونشكر الله، احنا هنتكلم عن واجبات احنا نقوم بيها قصاد القيامة اللي ربنا قام بيها. ربنا قام واحنا نعمل ايه؟ ايه الواجبات اللي نقوم بيها نحو القيامة؟ دي عايزة لها يوم، دي مش عايزة لها دقيقتين في نهضة، لا. ونشوف ظهورات المسيح له المجد، يا ترى يرضى يظهر لك؟ مين فينا يقدر يستحمل ظهور ملاك؟ تعالى كده تخيل معايا ان واحنا قاعدين في حالنا كده هو وبنسمع كلمة ربنا، وفجأة كده الدين ملاك مخائيل ظهر. صدق نلاقي الستات صوتت، هو لو قدس البابا دخل يزغرطوا، لو سيدنا جه زغرطوا، لكن لو الملاك يتخضوا والرجالة كف كده، في مالك في ايه؟ ما قدرش انا الملاك يظهر لي. طب ايه رايك في نهضة القديس اثناسيوس لو ظهر لنا؟ لا يا ابونا، احنا متعودين على الايقونة بتاعته، نبص الصورة، ده احنا بنعرف نعمل كده كويس، لكن عشان يظهر لنا بشحمه ولحمه، ايه يا اخويا دي؟ لا ما عايزينش احنا حته زي كده، هنتخط ده واحنا كتار مع بعض وفي بيت ربنا، امال لو في بيت لوحدينا ولا في شارع مظلم ولا حاجه هنعمل ايه؟ طب ايه رايك في الزهرات؟ مين جاهز بقى المسيح يظهر له؟ لا يا عم خلينا نتعامل مع الجسد والدم كده من بعيد لبعيد كده، هو ندخل بلاش موضوع الزهرات ده. طب ما هنقعد معاه ازاي؟ طيب احنا هنقعد ناخد وندي ونحك ويطبطب وياخدني في حضنه في الزهرات. ومحتاج صلواتكم الفترة اللي جاية علشان نفسي دي عبارة عن اشتياق، لسه ما ده نزلش على ورق، يعني عارف نفسي أمنية كده، زي ما هناخد حياة المسيح ولقاءات المسيح ومعجزات المسيح وقيامة المسيح وظهورات المسيح، لو صليتوا هناخد لاهوت السيد المسيح وتبقى عظة لاهوتية بطريقة سعادية سهلة كده، هو وإحنا ينا علينا نطلع من هنا نقول المسيح هو الله. طب إيه الحكمة في قصة إن إحنا نتكلم عن المسيح؟ واحد، نتعرف عليه أكتر، لأن معرفتنا تنمو يوما فيوما في شخص الرب يسوع المسيح، كل يوم عايزين نعرفه أكتر. عارف تعرفه قد مين؟ يعني لما جيت قابلت منكو كده هو حد من السيدات، قلت لها مين أكتر حد يعرفك؟ قالت لي جوزي. تقول مراقبني؟ عارف عني كل حاجة. قلت لها لا يا غلبانة، المفروض أنه أنت تعرفي نفسك أكتر. قالت لي أيوة فعلا أنا عارفة نفسك. قلت لها أب اعترافك كاشفك. قالت لي آه صح برضو. قلت لها ما ليه رأيك في معرفة ربنا بيكي؟ عارف لو نهاية النهضة قلت أنا لحبيبي وحبيبي ليا، يبقى وصلنا للنتيجة الإيجابية، إني أخذت كده صديقي محب ألصق من الأخ، رفيقي في هذه الحياة. من لسان أحدكم يقول لي معايا وسندي في غربتي، إحنا كلنا متغربين. ما تقولش أنا اتغربت من مش عارف جاي من فين، أصلك أنا يا أبونا من أسوان وركبت وجيت كلنا متغربين في الدنيا دي، أيام غربتي على الأرض مش جالها قبل مننا يا عقوب؟ أيام غربتي على الأرض إيه يعني؟ كلنا متغربين، لأن الموطن السماوي بتاعنا هو ده الموطن الأصلي. ناخد خطوات ونحط إيدينا في إيدين بعض نعرف ربنا، ولما نعرفه هنحاول نرضيه ونعيش في مخافة ربنا، ونقول له يا رب عرفني وإعلن لي ذاتك، بس أنت ثبت أنظارك فيه وحمولك
سيبها عليه. وفي الوادي، مش الوادي بتاعكم اللي فيه الدير، انا بتكلم على الوادي بتاع الحياة، هنا تعمل ايه؟ تخلي ارفع عينك تلاقيه. ده بالدنيا، انك ترفع عينك تلاقي يا بخته يا هناه اللي لما اقول له تعرف ربنا ولا ايه يقول لي ده ابويا. ابويا اللي لما بيكلمني بيقول لي يا ابني، اللي لما انا بقف قدامه بقول له يا ابانا الذي في السماوات. يبقى العلاقه بيني وبين ابويا كامل الاتحاد بكامل القوه والمعرفه الحقيقيه. مش جايين نعمل دراسه عن حياه المسيح ومعجزات المسيح، ده المسيح بيعمل كل يوم معجزه. يطلع لي واحد عيان يقول لي يا ابونا ده انا مصدع من زمان ولسه ما شفانيش. اقول لك طب ايه رايك في معجزه النهارده الصبحيه؟ ما شفتهاش ولا ايه؟ ما حضرتش معانا ليه؟ كنت شفت احلى معجزه النهارده في الكنيسه دي يا شعب الكنيسه. النهارده الصبح حصلت معجزه هنا، احكي لكم عليها ولا عرفتوها؟ عشان غلابه مش عارفين. دي احلى معجزه واعلى معجزه، انه عمنا الجربني عمل جريجه الجربانه جاء وبعتها لنا وحطناها في طبق الحمل. معجزه يوميه، الروح القدس امين كل يوم بامانه كامله، يتحول لجسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح. ايه هو ده؟ دي معجزة يومية في الكنيسة. ده غير المعجزة السنوية بتاعت النور، النور المقدس اللي يوم سبت النور. مش ده كل سنة بينور النور؟ النور ينور حياتنا كلنا لما نشوف النور. النور يملانا من جوانا، النور الحقيقة الذي يضيء لكل إنسان أتيا إلى العالم. ليه؟ عشان يبقى أبويا وأنا أتعرف على أبويا أكتر وأكتر، فساعتها بس انور. ده معجزة مستمرة، يمشي في حاله ولا بيه ولا عليه. الست تيجي تلمسه شفيت في الحال. عارفين يا حبايب، كنت انجلت في سفر الأعمال، فلقيت حاجة وجعتني جامد جامد قوي في علاقتي بربنا، وقلت ده شكله الواحد لسه عاوز يبدأ من جديد، أنسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. لسه هبدأ من جديد بقى خالص، ده تاري الخيبة كانت مسكاني طول السنين اللي فاتت. في ايه؟ لقيت اصلك الراجل قاعد في حاله واخد اكتر عدد سنين للمرض في جسم بني آدم، اللي هو كم سنة؟ 38. مش يوحنا 5 المخلع، بتكلم على اعمال الرسل. الراجل ده اخذ الماراثون بتاع سباق عدد سنين المرض، هو اخذ رقم 1. قعد كم سنه؟ لا، صوت ورا بيقول ايه؟ اشكرك. على فكرة يا جماعة، احنا محتاجين نفتح الكتاب اكتر، معلش محتاجين وقت اكتر نديل الكتاب المقدس. حيث انفاس الله، يعني في العشرة تكمل، ده اللي هنقعد معاه فوق يا اخوي. هنسيب العيلة وعيلة العيلة وهنروح نقعد مع حبيبنا فوق، ما بقاش عارفين ولا عارفين عنه ولا عمايله. لا، قعد 40 سنة عيان على باب الجميل المقعد، وجاي أنا كنت يدوبك نقراها بس، وجاي بطرس ويوحنا داخلين الهيكل ولجيو، قال لك إيه؟ يتفرس فيهما لألا يعطوه إيه؟ صدقة، أي فضة. يرد عليه ويقول له إيه؟ ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياك أعطيه. قوم احمل سريرك وامشي. إن دلوقتي بيجي معايا الفضة والذهب وما معيش، أقول له بالسلطان قوم احمل سريرك. يجي لي العيان أقول له إيه؟ والدكتور قال إيه؟ والعملية تكلف كام؟ أنا ندفع العملية. إيه وما ده اللي قادر عليه؟ ده اللي قادر عليه عشان الخيبة تجيلة.
ما قدرش نقول له نصلي وصلاة الإيمان تشفي وإن كان مريضا بينكم فيروح لقصوص الكنيسة ويرشموه بالزيت. لا ما قدرش. ليه؟ ما رشمت وبخفش. بيجي لي تاني أعمل فيه إيه؟ أكب عليه الجزازة أعمل فيه إيه؟ ما أنا رشمت وبخفش. نقول له نصرف عليك وخلاص. ده عايزة مراجعة جديدة، عايز العلاقة اللي بينه وبينه تزيد تنمو تعلى، فالمعرفة ايه؟ تكتمل. نتكلم عن محبة المسيح نقول ايه ولا ايه؟ ده المسيح ده احترط فيه كل البشرية، كل الأفكار والألباب والناس المفكرة احتاروا فيه. هو الله الظاهر في الجسد، هو الكلمة المتجسد، هو حبيبي وهو رفيقي وهو صديقي، سامع صلاتي. يقول لي لما تيجي تطلب هميل بودني عشان اسمعك. اقول له يا ابوي ليه ما انت ودنك هتجيب من على بعيد وتسمع؟ يقول لا، عشان انفاسي تيجي في انفاسك وتحس اني قريب منك فتطمئن. ايه ده؟ هل عندنا اشتياق نتعرف على المسيح اكتر؟ تنمو معرفتنا أكتر وأكتر، نعرفه ونتحد بيه ونحبه من كل قلوبنا. ربنا يبارك حياتكم. اليومين اللي احنا قاعدين هم دول قلبوا اليومين دول قلبوا في الكتاب، عشان هسألكم كتير. سيد المسيح لما كان على الأرض سأل 240 سؤال، وأنا طبعا ده المسيح ده قدوتنا كلنا، أنا هقتد بيه وأسألكم 240 سؤال وجهز الأسئلة واسأل، واللي ما جاوبش هو اللي، لكن اللي جاوب الكلام يتنسي. العيشة بتتعاش، واللي انت هتقوله مش هتنساه، اللي انت تسمعه بيروح بيعدي بيفوت. ما سمعنا وعظات جد كده. أنا نفسي نبطل وعظ، نفسي نبطل وعظ، بس اللي مخليني مش عارفة بطل ان لما نيجي نقلب ولاقي وعظة حد بعتها لي اكون انا جاي لها في حته، واجي اسمع اقول ايه الكلام ده؟ ده كلام جامد قوي، انا اقوم اصلي. انا لما نسمع نفسي بنفسي بتتاثر نفسي، فاقوم اصلي. فاقول طب ما انا لا مش هبطل خلاص، عشان ده انا بتوجع من الكلام، فاقوم اصلي من جديد واعرف ربنا اكتر واكتر. ربنا يدينا يا حبايب نطلع خطوات لقدام. الواحد هنا على نفس المستوى، لكن لما يطلع لفوق مرة واثنين وثلاثة يلاقي نفسه فوق شايف كل الناس. هكذا حكمنا على كل المواقف اللي هتحصل معانا في حياتنا، بننظر لها من فوق لو احنا علاقتنا حلوة بالمسيح. تلاقي حد يقول عنك كلمة بايخة، فوت يا عم هي بتلزق، ما بتلزقش، عدي عدي. ما انت كنت زمان بتتعصب وتتنرفز وبتبقى كائن غريب، ما خلاص اصل جربت من حبيبي الوديع، اتعرفت عليه اكتر، فبقيت يعني باخد من صفاته، بتشبه بيه، ببقى حته منه، اصلك انا ابنه. فصوره الله. ويقول ايه عن المسيح؟ رسم جوهره. صدق رسم جوهره دي تقعد قدامها تقلب في كتب الاباء المفسرين تتوه. هو الجوهر ليه رسم يا راجل، جوهر اللاهوت ليه رسم بيترسم يا جدع. انت راجع بس الكلام، قال لك ايوه صدق بقى الجوهر ده يترسم ازاي؟ في المسيح يسوع. طب ايه رايك لما بنفتح الستر وتلاقي جوه صوره البنتقراطور، اسمها صوره ايه؟ حضن ايه؟ يا سلام، هو في حد بيشوف الاب؟ الله لم يره احدا قط، محدش بيشوف الاب. امال بيرسموا ازاي حضن الاب؟ ولا بيضحكوا علينا طول السنين اللي فاتت ويقول لك الحق صوره حضن الاب، اصل هو حضن عشان ياخدك في حضنه ويطبطب عليك حضن الاب. هو ده الاب ولا ايه؟ طيب اي شفت بقى، مش المسيح رسم جوهره وقال أنا في الآب والآب فيا، ومن رآني فقد رأى الآب. هو ده مسيحنا اللي احنا نحكي عنه اليومين الجايين كلهم.
ايه ده؟ هو ده ايوه الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب. هو خبر خبر ايوه، ما لما تشوفني قال له فيلبس قال له يا يسوع ارنا الاب وكفانا. قال له يا ايه ده؟ من رآني يا فيلبس؟ من رآني فقد رأى الاب. عشان كده هو ده رسم جوهره. من كل قلبي يبقى لي رجاء في المسيح يسوع ان نطلع الخطوات اللي نفسي فيها دي في معرفة شخص الرب يسوع المسيح. يباركنا كلنا يسوع المسيح ويعطينا علم معرفته ويفتح لنا باب الإدراك والوعي والفهم والاتحاد به، نصير مسيحيين حقيقيين لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد. أمين. يا رب نشكرك من كل قلوبنا يا رب، فتحت بيتك قدامنا واحتضنتنا وعملتنا بكامل الأبوة. كتر ألف خيرك. صدقني يا رب احنا بنحبك، وسر وجودنا في بيتك ان احنا بنحبك، وان كان احيانا بيبقى لنا طلبات بتاعت الدنيا والعالم، يعني ما احنا بشر يا رب، حقك علينا يعني ان بنطلب الطلبات دي، بالرغم ان قلت لنا ان كل ده يزاد لكم واطلبوا اولا ملكوت الله. حاضر يا رب، حاضر يا رب، من النهاردة نرفع عينينا ونقول لك ما لينا غيرك، ولما هنطلب نطلب ملكوتك. محتاجين منك انك تدينا علم معرفتك وتفتح بيبان المعرفة اكتر شوية. يعني سنين كتير عدت منينا والواحد غلبان خالص، نفسي نتعرف عليك. لما بنتعرف على ناس كبارات في البلد بنحس ان يعني لينا شأن، يعني أما لما نتعرف عليك انت يا كل الشأن، ده عملت لنا شأن وكبرتنا. شكرا ليك يا رب. أرجوك يا رب بالبركة، بارك يا رب الكنيسة دي ورعاتها، ودي الصحة والعافية لقدس أبونا أنجيلوس يا ربي. خلي لينا يا رب دايما باستمرار كل شعبك يا رب وعيالك بيحبوه، فباركوا يا ربي بكل البركات السماوية. احمينا من الخطية والضعفات والسقطات والعالم والشر والشرير وحب كل حاجة تبعدنا عنك. احمينا يا رب من كل الأعداء، ادينا الالتصاق بيك، ادينا الاتحاد فيك، ادينا نعيش كما يحق لإنجيلك. من أجل خاطر حبيبك القديس أثناسيوس وحبيبك الأنبا كراس السائح وتسابونا لؤسا دروس والست العذراء قديسة الطهرة البتول المطوبة مريم، لك كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. أمين. اسمعنا يا رب لما نقول قائلين يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح.